من فيينا مفدنا أشرف سعد. أشرف، إلى أين وصلت هذه المباحثات؟ هل هي كما يعلنها يعني الإعلام من كل الأطراف، أم أن هناك يعني قضايا تناقش في الأروقة يعني السرية والمغلقة كما نستطيع القول؟ بالفعل في الأروقة المغلقة هناك الكثير من القضايا محل البحث حاليا، وهذا هو الثقل الأكبر لهذه المحادثات. كما ذكرت أنت في الخبر هناك جانبان، الجانب الأول هو الإجراءات التي يتعين على إيران أن تقوم بها لعودة برنامجها النووي إلى وضعه عام 2015، بالإضافة إلى العقوبات التي يتعين على واشنطن أن ترفعها لكي تعود لالتزاماتها عام 2015. بالطبع بين هذا وذاك هناك الكثير من الخلافات والكثير من القضايا. إيران مثلا تحقق خطوات كبيرة في برنامجها النووي، ووصلت بالتخصيب إلى نسبة 60%، ولديها بالفعل مخزون يقترب من 18 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة. في المقابل واشنطن فرضت عقوبات كثيرة على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018. هذه العقوبات طالت كيانات ومؤسسات وأشخاص كثار في طهران وفي إيران، وهذا حتى إذا رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، فهناك عقوبات أخرى لا علاقة بالصواريخ الباليستية، لا علاقة بدعم الإرهاب، لا علاقة بملف حقوق الإنسان. كل هذه العقوبات لا ترغب واشنطن في رفعها، ولكنها ستضطر نوعا ما لرفع بعض هذه العقوبات، نظرا لأنه على سبيل المثال المصرف المركزي الإيراني مصنف في واشنطن على أنه منظمة إرهابية، فيجب رفع هذه العقوبة لكي يعود هذا المصرف إلى النظام المالي العالمي، وتعود إيران مرة أخرى لاستلام عائداتها من النفط في بشكل عام. من فيينا مفدنا أشرف سعد، شكرا لك أشرف.